أنا زينب، عمري 39 سنة. عندي شهر وأنا في الزنقة مكرفصة وفي الجوع. كل ما واحد الجمعية هي اللي داتني لواحد الخيرية وأنا ما عرفتش وخرجت منها وبيت نبقى فيها وما عندي التحت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا كجمعية حنا معك إنفات، كان غادي نرافقوا هاد السيدة هادي. راه حنا مشينا معاها وتبعنا الإجراءات القانونية وطمئننا على أنه كاينة في الخيرية، غير هي ما فهمتش بأنه راه الحق ديالها أنه تجلس في الخيرية، والدولة أساسا راه داير درت الإنشاء بحال هاد المؤسسات بحالها، هي بحال المواطنين باقي عندهم تحت. واش الناس اللي ما عندهم تحت، واش اللي ما عندهم تحت في الدنيا هادي، واش تبقى ناس في الزنقة؟ وحنا كجمعية كتعنى بحقوق المرأة، نرفض رفضا باتا أنه المرأة المغربية تنعس في الزنقة بأي وجه كان. هاد السيدة فين لقيتوها؟ هاد السيدة هادي عيطوا لنا الناس وقالوا لنا نجيو عندها، لقيناها في الزهار، لقيناها مورا هذيك المدرسة ديالت مورا واحد المدرسة كاينة هنايا، لقيناها في الشارع كتنعس، ما عندهاش حتى شنو تفرش. الناس كيدوزوا كيرجعوا تحت، ما دار معاها شي حاجه، اللي حاسنها كيحاسنها بفطور ولا غدا ولا بعشاء، ولكن حنايا كنطلقوا منطلق انه الانسان المغربي يستحق اكثر من هكا. المراه المغربيه خاصها تعيش بكرامه، المراه المغربيه خاص يكون عندها فين تنعس، الا ما عندها والدين، الا هي يتيمه وهي مريضه، راه شي شويه ما تسليهاش، خاص لي تكلف بها. وحنا كمجتمع مدني نهار فاش درنا هاد درنا على قبل هاد النساء هادو باش ندافعوا على حقوقهم وندافعوا على حقوق الناس اللي ما لقاوش يهضروا على ريوسهم.